عاش عاش الجمهور العراقي الوفي الغيور الصابر المناضل الجميل الرائع. عاش أسود الرافدين، عاشوا أسود التشجيع، قلوبنا معكم يا أسود الرافدين. الصراحة أقولها وأعيدها وأقولها وأقولها ودائما سوف أقولها الصراحة، كأس آسيا بدون المنتخب العراقي أسود الرافدين لا يعتبر كأس ولا يعتبر بطولة ولا يعتبر حماس ولا جمال جماهيري رائع ولا جماهير ناري. كل التوفيق المنتخبنا العراقي أسود الرافدين، وإن شاء الله وبإذن الله كأس آسيا 2023-24 كأس عراقي بإذن الله. دمتم بخير.